أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل أهل الكبائر إذا عذبوا في النار يموتون فيها قبل أن يدخلوا الجنة؟ الذي جاء في الحديث الصحيح أنهم يخرجون كالفحم، يخرجون متفحمين ويوضعون في نهر، قالوا له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم في هذا النهر، فإذا نبتت أجسامهم وعادت كما كانت أذن لهم بدخول الجنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.